والهرمونات اللي بتعرفوها كثره الغدد المختلفه ناخذ هاي الهرمونات ونعالج فيها المرضى حسب وجود فرط التصنع او فرط الافراز او نقص الافراز. نبدا بالهرمونات النخاميه. اول هرمون من الهرمونات النخاميه هو الاس تي اتش كوسينتروبين. هذا الاس تي اتش معروف يعني هو بيصنع الغده النخاميه فصل لكن بنفس الوقت ممكن نستخدمه بشكل علاجي في متلازمه اسمها متلازمه تويست. هي عباره عن بصير في عندنا تشنجات تقليه مثل اختلاجات عند الاطفال حديثي الولاده. ايضا بنستخدمه احيانا كوسيله تشخيصيه لما ما بنحسن نفرق بين مرض قصور الكظر البدئي والثانوي. لما يكون قصور الكظر سببه نخامي او سببه كظري بنروح بنحرض بالاس تي اتش مشان نشوف اذا تحرض معناتها الافراز نخامي، اذا ما تحرض معناتها الافراز كظري. اذا نستخدم كوسيله تشخيصيه وكوسيله علاجيه. تاثيراته الجانبيه مشابهه للاسترويدات القشريه راح نتحدث عنها في وقت. هرمون النمو سوماتوتروبين استخداماته العلاجية المفروض كان عوز بهرمون النمو أطفال قصار القامة اللي عندهم فشل نمو إذا طلع عندهم عوز بالجي اتش فبنروح نعطيهم هرمون النمو. أيضا بنستخدمه بالهزال التالي لمتلازمة ليدز. بصير في عندنا متلازمة إسهالات شديدة دنف شديد جدا فبيضعفوا هدول المرضى كمان بيعطوا هرمون النمو. أيضا بيستخدمون في متلازمة برادر ويلي. هذا الطفل برادر ويلي بيكون بدين شوي مو شوي بدين كثير بدانته مركزية ترافق مع فشل نمو. أهم تأثيراته الجانبية لهرمون النمو إنه هو مو هرمون باني فبزيد الوزمات بزيد احتباس السوائل بيزيد خطر السكر. ما بصير نعطيه لمريض أغلقت مشاشته يعني طفل كبر بلغ خلاص ما بصير بعد ما تغلق المشاشات ما بصير لأنه بيحرض النمو. ما بصير نعطيه لمرضى اعتلال شبكية السكري. المحاضرة السنة الماضية مكتوب بالسكري أو زيادة خطر داء السكري. لا يجب أن لا يعطى المرضى السكريين، يجب أن لا يعطى المرضى اعتلال الشبكية السكري. بيزيد النزف الشبكية. سوماتوستاتين دواء من الأدوية تنفرز من النخامة الخلفية. الدواء هو اسمه أوكتريوتيد اسمه التجاري العالمي ساندوستاتين. بنستخدمه في معالجة ضخامة النهايات أحيانا. هلا هون بقى زيادة إفراز جي اتش مصبطه. بيستخدم الإسهال الإفرازي الناجم عن متلازمة الكالسينويد. وبيستخدمه لما يكون في عندنا نزف دوالي المري عند مرضى التجمع. مرضى التجمع بصير عندهم دوالي المري بتتمزق هي الدوالي بينزفوا المرضى. بالحالة الحادة النزف نعطي أوكتريوتيد أو ساندوستاتين تسريب وريدي أو تحت الجلد ل 24 72 ساعة. حتى يوقف هذا النزيف قبل ما نحسن ندخل عليه بالتنظير الهضمي ونربط هذول الدوالي النازفه. بالاستخدام المديد السوماتوستاتين بيعمل لنا حصيات مراريه لا عرضيه. في دواء اسمه بيك فيستومانت هذا مثبط لمستقبلات هرمون النمو كمان بيفيدنا بعلاج ضخامه النهايات. بالمناسبه ضخامه النهايات سببها هو ورم مفرز للجي اتش ورم كبير عاده يضغط على التصالب البصري بيخلي الواحد يشوف ايش؟ رؤية انبوبية بيضغط اتصال بصري ما بيشوف اليمين واليسار مع تشوش رؤية طبعا وبتضخم المريض كثير. فممكن نعطي سوماتوستاتين ممكن نعطي بيك فيستومانت اللي هو البيك فيستومانت بيثبط لنا مستقبلات الهرمون النمو وعلاج الورم هذا النخامي علاجه جراحي. بعد الجراحة بنعطي أشعة كمان لكن لما ما بيستفيد المريض بيرجع بينكس بنلجا للبيك فيستو. دكتور شو الآلية بعلاج الاسهالات الناجعه الكالسينيد او النزف الدوالي؟ لانه هن هذول اللي بيفرزوا هرمونات اسمه فيبوما هرمونات مفرزه فبتؤدي للاسهالات. في هذا الدواء نفسه الاوكتريوتيد بيثبط افراز هي هو حقكم يعني سموا على امراض اسماء امراض ما لكم اخذينها يمكن يعني بالبدايه بتعانوا شوي بعدين يعني بتدرج معكم وقت بتصيروا بالسنوات السريعه. الحاسات القنديه هاي السلايد كامل جديد ما هو موجود بالسنه الماضيه.
ال اتش والاف اس اتش والاتش سي جي بيستخدمون بحالات العقم، يكون المريضه ما بتحسن تجيب اولاد، فبالتالي بيعطوها ال اتش او اف اس اتش والاتش سي جي، بيجوا مركبات هذول مع بعضهم. احيانا المينوتروبين مثلا اتش ام جي هذا بيحوي اف اس اتش وال اتش، اليوروتروبين هذا بس اف اس اتش، الفوليتروبين كمان اف اس اتش، الكوريو كوندوتروبين هو اتش سي جي، فبيعطوهم شكل حقن عضليه او تحت الجلد، بيحقنوا اتش ام جي او اف اس اتش على فتره تتراوح تقريبا بين 5 و 12 يوم، وبعدها بينمو، يعني بيراقب الدكتور مراقبات اسبوعيه، فبشوف الجريب المبيضي ضخم بشكل جيد، فبيعطيهم اتش سي جي، فبتحدث الاباضه. ويعني هذول مراكز طفل الانبوب مراقبه حسيسه، حتى في عندهم غرفه لا يعني غرفه خاصه للجماع يعني ضمن المشفى، فبيتاكدوا انه صار اباضه مباشره بيروحوا بيعطوهم غرفه خاصه مشان يصير جماع، واحيانا ما بتزبط يعني بيضطروا انه يقولوا له للشخص انه يعطي السائل المنوي مشان يحقنوه بشكل مباشر. طبعا تاثيراته الجانبيه هذول من كثر ما بي ضخموا المبيض وبينضجوا الجريبات، احيانا بيتضخم المبيض نتيجه، لا ما بده استئصال، بس يعني هي تاثير جانبي نادر بس يعني بيحدث وخطر جدا، في متلازمه اسمها فرط استئصال المبيض، انا شفتها مره يعني كنت اشتغل بمشفى مشفى قلبيه يعني، وفيه مركز طفل انبوب، استدعوني المريضه وزمات شديده حبن، فقلت لهم هي قصور قلب وكذا، قالوا لك لا هي نحن عطينا هرمونات يعني منشطة للإباضة، فلازم فرط استئصال المبيض، تعالج بالمدرات يعني، وطبعا إيقاف الدواء ومهددة الحياة يعني، صور واحد يصير في عنده انصباب جنب مثلا ثنائي الجانب حبن، يعني بصير يتنفس تنقص أكسجته إذا ما هذا. طبعا من أحد تأثيراتها هي يعني تأثير مو شو اسمه مو ضار، بس هذا تأثير جانبي، أنت لما بتعطي يضخم جريبات، زيد المبايض او زيد البويضات، بصير حمل توأمي عندهم، فالطفل الانبوب اللي بينجح غالبا بيكون توأمي، واحيانا ثلاثي ورباعي يعني، بس غالبا بيموتوا يعني الاجنه، يعني بيضل واحد، بس بشوفه كثير انه ولادات متعدده. بفرط البرولاكتين كمان ورم مفرز للبرولاكتين، نعطي بروموكريبتين او كبير جولين، بيصبطوا لنا افراز البرولاكتين. الاستخدامات العلاجيه غير فرط البرولاكتين، ممكن نستخدمه ثلاث استخدامات جديده ما موجوده بالملخص القديم اللي بدي اضيفها، هذول ثلاث استخدامات. الاستخدام الاول هو متلازمه الزهان الخبيثه، هاي متلازمه الزهان الخبيثه لما بنعطي مضادات الزهان المرضى الفصام اللي بيفصلوا بصير عندهم شخصيتين، بيعطوهم مضادات زهان، احيانا اعطاء مضادات الزهان بكميات كبيره مثلا، او مثلا مريض بقصد الانتحار اخذ، بصير في شيء اسمه متلازمه الزهان الخبيثه، عباره عن متلازمه فرط افراز السيروتونين، ترتفع الحراره بشكل كبير فوق ال 40 درجه، بيغيب المريض عن الوعي، بالاضافه انه بصير في عنده تشنج عضلي يعني صمل عضلي كامل، فبنعطيهم البروموكريبتين. معالجه اعتلال عضله قلبيه ما حول الولاده، في نوع من انواع قصور قلب بيحصل في الثلث او في الاسبوع الاخير من الحمل وخلال 6 اشهر بعد الولاده، ناجم عن اليه يعني مجهوله حتى الان، لكن السبب هو الحمل يعني الهرمونات الحمليه اكثر شيء متهمه، مرض يعني ما بيكون المريض عنده لا مشاكل صماميه، المريض عفوا ما بيكون عنده لا مشاكل صماميه ولا شيء، فجاه هيك بصير في عنده قصور قلب بشكل واضح، فأحد العلاجات الحديثة البروموكريبتين. وأخيرا علاج داء السكري، حكيت لكم إياه في معالج داء السكري، قلت لكم هذا معالجة واعدة، طبعا هدول الثلاثة البروموكريبتين حصرا، يعني مو الكبير جولين، كبير جولين نفس الآلية البروموكريبتين بس هو جيل حديث من البروموكريبتين. دكتور البروموكريبتين دخل معالجة السكر اللي لسه دراسات؟ لا لا دخل بس دخل. يعني ما كتبت لكم دراسات حديثة ما نزل بالجايد لاين يعني توصيات إنه ما نزل، بس خلص فيه فائدة. تأثيراته الجانبية صداع، أحيانا مشاكل نفسانية. الفازوبريسين كمان بينفرز من
هرمون المضاد للإدرار بنفرز وين من النخامة الخلفية، نستخدمه بعوز الهرمون المضاد للإدرار اللي بنشوفه بالبيلة التافهة بسموه. أيضا بنستخدمه البازوبرسين بالسيطرة على نزف دوالي المريض. من شوي حكينا إنه أوكتريوتيد كمان فازوبرسين بفيد. كانوا أول يحطوه بالإنعاش القلبي الرئوي لأنه هو رافع للضغط، تعرف لما يعني هو بيحبس السوائل فبيرفع الضغط، لكن بعدين انشال ما لقوا إنه فوائد أكبر من الأدرينالين. الأدرينالين هو الدواء الوحيد الأفضل بعلاج بالإنعاش القلبي الرئوي، مصير توقف قلب، فانشال من إلغاءه من التوصيات. طبعا لما بصير في عنا نعطي فازوبرسين مينرين اسمه بيجي بشكل بخاخ، لما نعطي بكمية كبيرة بيصير في عنا انسمام بالماء ويعني نقص في الصوديوم. الديسموبرسين بقى هذا مضاهي للفازوبرسين لكن فعاليته يعني اقل من الفازوبرسين ولكن فعله اطول، لذلك هو مفضل على الفازوبرسين. نعطيه بعدة حالات، وهدول هذا السطر الأخير الجديد عن السنة الماضية. الحالة الأولى الديسموبرسين مثل علاج البيلة التافهة، ممكن نعطيه بشكل فموي أو داخل الأنف. الحالة الثانية إنه غير البيلة التافهة نعطيه كمرقق في حالات فون ويلبراند والنعور الخفيف، تمام. والنزف التالي للاعتلال اليوريميائي، المرضى قصور كلية بينزفوا أحياناً، تضطرب الوظيفة الصفيحات، هذا عم نعطيه ديسموبرسين لأنه بيحرض الصفيحات على يعني العمل، أما هو ما بيزيد كمية الصفيحات لكن بيحرضها على العمل. فبالنعور والبون والبراند واليوريميا لما بصير فيها نقص كلوي بصير فيها عندنا شوية اضطراب في وظيفة الصفيحات فبيفيدنا. بخاخ الأنفي تأثير موضعي ولا جهازي بصير؟ لا جهازي، بس هو هيك بيجي بخاخ أنفي سريع يعني، إنه هون الأوعية كثير غزيرة يعني، بدك أنت شيء سريع يعني. الأوكسيتوسين هذا كمان من النخامة الخلفية، استخدامه فقط في التوليد، ما له أي استخدام ثاني، بيحرض لنا المخاض وبيحرض أيضا أفراز الحليب أثناء يعني بعد الولادة، لذلك بيعطوه أثناء المخاض مشان يحرض التقلصات الرحمية، بيقوي الرحم ويعزز قذف الحليب من الثدي بعد الولادة. ممكن تأثيراته الجانبية إنه بيرفع الضغط، بيعمل تمزق الرحم خاصة إذا انعطى بكميات كبيرة، تيجي قابلات هذول ما بتتحرض معهم فبيزيدوا الأوكسيتوسين، بيزيدوا فجأة تنزف المريضة بكون تمزق الرحم، ممكن ترى التقلص يعني أنت عم تشد شد شد في شغلة فتتمزق الرحم، بيروحوا ما بيلحقوا غالبا بيموتوا يعني. طبعا ما بصير نستخدم الاوكسيتوسين، انت عم تحرض المخاض والمجيء معيب، الطفل بالعرض جاي يعني ما في طريق زائل، او مثلا خزف جنيني او ولاده باكره، فانت هيك بتحرض يعني المشكل. شلون؟ واذا كان عنق الرحم متوسع بشكل غير كافي باصبعتين او باصبع، المجيء شلون الموضوع؟ مجيء نظامي؟ ما في مشكله، بالعكس هي بتحرضه على النضج يعني. بينما اذا مجيء معيب شد من حرضته على الفاضي، انت بالعكس عم تضغط الرحم ما راح ينزل بعد. مرة عمرها 40 سنة عندها ثر بالحليب. ايش يعني ثر بالحليب؟ زيادة. مع غدوم نخام مفرز للبروتين، اي من الادوية التالية المناسبة لديها؟ برومو. ننتقل للهرمونات الدرقية. اول هرمونات الدرقية هو الليفوتيروكسين، طبعا هو T4 نفسه. نستخدمه بقصور الدرق، ما له غير الاستخدام ابدا. لما بنعطيه بكميات كبيره يعني سميه، اذا واحد مثلا اخذ زياده عن الجرعه او مثلا اخذ بقصد الانتحار، بصير اعراض فرط نشاط الدرق اللي هي تسرع القلب والعصبيه، الخفقان او نقص الوزن. طبعا جرعته كثير مهمه، هي جبناها كثير بالامتحانات. لما بيكون مريض مسن وكبير في العمر الجرعة البدئية بتكون كتير قليلة، نبلش 25 ومنزيد 25 كل 4 أسابيع حسب الاستجابة. أما الصغار الشباب اللي ما معهم مرض القلب نستخدم الجرعة الاعتيادية 50 ميكروغرام ونزيدها 50 حسب الاستجابة لنوصل لجرعة صيانة 100 ل 200. يعني الفكرة إنه هذا مريض القلب والمريض المسن ما بيستحمل إذا كانت الجرعة عالية تسرع له قلبه، بتعمل له خفقان، تغيرات بالعصبية إلى آخره.
اما المريض العادي الشاب ما في مشكله يتحمل هذا الموضوع، وإذا قصور قلبي لطيف ويضره كثير فبدك تبلش بجرعات منخفضه. هذاك قصور الدرق، الان نحكي عن فرط نشاط الدرق. فرط نشاط الدرق غالبا علاجه جراحي، بيجي مع جويتر بيضغط على الحبال الصوتيه على الحنجره على المري، نستأصل جراحيا واحيانا نعطي يود مشع. بعض الاحيان بيجي الجويتر ما في، يعني عفوا مو الجويتر، فرط نشاط الدرق بدون جويتر بدون الضخامه الدرقيه، فبنعطي مضادات الدرق اللي هي ميتيمازول وبروبي ثيوراسيل. الدواء الثالث هو يوديد، هذا هو من ادويه مضادات الدرق لكن تاثيره يعني كثير قصير. بنعطى هذا، اهلا معلم. السلام عليكم. اشو؟ تاثيره فقط قصير جدا، بيستخدموه قبل الجراحه، قبل الجراحه لازم نحصى سواء درقي يعني سريع. ما بصير ندخل المريض على عمل جراحي وعندنا فرط نشاط درق، بيدخل بشيء اسمه العاصفه الدرقيه. تمام؟ العاصفه الدرقيه ممكن تكون مميته، بتعمل سوبات، بتعمل تسرع قلب، فرط حراره خبيث، بيموت المريض بعد العمل الجراحي مباشره. فلازم نحصل على سواء درقي، شلون نحصل على سواء درقي؟ الادويه مضادات الدرق يعني مده تاثيرها ويعني الطريقه اللي بتشتغل فيها بطيئه شوي، طول شهر. طيب انا بدي ادخل المريض على عمل جراحي، بدي سواء درقي سريع. مريض عم يضغط على التنفس، عم يضغط على الحنجره، واحيانا بصير بحث صوته الى اخره. فبدنا ندخله ونعطيه محلول اليوديد، بيظبط لنا الدرق، بيسوي لنا سواء درقي، بندخله على عمل جراحي. محلول لوجول اسمه هذا. طيب الميتيمازول وبروبي ثيوراسيل عم بيحولوا لنا، بيحصروا لنا تحول اف تي 4 ل تي 3. امتصاصهم السبيل الهضمي جيد. البروبي ثيوراسيل هو الأأمن بالحمل، بينما الميتيمازول مشوه للجنين. بالنسبة للتأثيرات الجانبية، البروبي ثيوراسيل سمية كبدية، الميتيمازول ممكن يعملنا نقص بالمحببات، نقص الكريات المحببة، فبيزيدوا الانتانات خاصة انتانات البلعوم. بفرط نشاط درق بننتبه على ملاحظة صغيرة، انه بيصير في عنا تسرع قلب شديد جدا، وتسرع القلب يعني بيعمل قصور قلب اذا طول. لذلك دائما يفضل اول شهر نعطي للمريض بروبرا نورول. قال بيفيدنا ب يعني تبطيء القلب، هو حاصر بتا اعطاكم اياه الدكتور معن، وبنفس الوقت بيفيدنا بانقاص التحول التي 4 للتي 3، يعني بيفيد بزيد المده. اذا المريضه مصابه بفرط نشاط درق، اي من الادويه التاليه غير مناسب لعلاجها؟ ليفوتيروكسين، جراحه، يوديد، ميتيمازول، بروبيثيوراسيل، الليفوتيروكسين. يعني معقول فرط نشاط درق نعطيها هرمون درقي؟ اكيد لا. فهذا سؤال سهل بس بده يكون واحد قريان، اذا مو قريان ما بيعرف من الادويه. انت بتجيب اسئله سهله يا دكتور؟ في دكاتره ما بيجيبوا اسئله سهله. لا بجيب. طيب ننتقل للكورتيزونات، الستيرويدات. هون ستيرويدات، هذا سلايد جديد. هذا عن كل المحاضرة. كان موجود هذيك السنة، كان هيك نص نصهم. هلا ما إجى صار اسمه. ألف مرض. شو تقرأ؟ ألف مرض. بس ما خليت لكم ولا مرض في الدنيا. مين مشترك بصفحة أطباء سوريين الأحرار؟ نزلته هذا بوست على الصفحة لأهميته. نعمل لك لايك ومشاركة. لايك وسبسكرايب. أساس الستيرويدات أنا بعتبرها من أعظم اختراعات البشرية بالنسبة للستيرويدات. يعني ما في دواء في العالم له كل هالاستخدامات أبدا، ما في أي دواء في العالم، ما حتى لو صورته ما أعتبرها. ما في كلام صغير. صورها بالكمبيوتر. موجودة؟ لا لا. المحاضرة بيني موجود على مجموعة فيسبوك. التصوير بيني. اعمل لايك وسبسكرايب. ما بيعمل لايك ولا واحد. فبنرجع للستيرويدات، فعلا فعلا يا جماعة تأثيرها سحري. وآخر يعني تأثير سحري كان لها بالكورونا، حطيناها ضمن الخيارات. مئات المرضى، يعني مئات المرضى اللي شفتهم أو تابعت معالجتهم بالفعل سحر. هم بيناتهم يعني والدتي وصلت لنقص الاكسجين ووضع الاكسجين وتهويه الاليه، بالدكساميتازون خلال 3 ايام حسنت، ما بقى في حاجه للاكسجين، خلال 10 ايام طابت. انا توقعت يعني تروح فيها. فكل اللي عالجناهم، عندي مرضى يعني اقرباء كنت عم بشوفهم يعني وجها لوجه، شلون تحسن دراماتيكي.
خلال 24-48 ساعة يقلب المريض من المريض ما بيحسن بيتحرك ولا بيحسن بيصلي ولا بيحسن بيتنفس. حكيت معك ما قلت لي لا انت اذا حالات خفيفه لا قلت لي خذ بس يضر قلت لي خذ بس يدام بالحالات فقط الشديده والتي تحتاج الاكسجين قبل العاصفه. طيب قبل العاصفه العاصفه السيتوكينيه لا العاصفه السيتوكينيه اخر اي يعني. طيب دكتور من الاول ممكن الجرعات دكتور ايه هلا رح نحكي بالجرعات. فشو هي استخدامات السريريه للاسترويدات؟ اول استخدام المعالجة المعيضة، يعني لما بصير في عندنا قصور كظر نعطي نقص الكورتيزون نعطي علاج الكورتيزون ده أديسون هذا بسموه. المعالجة في تشخيص ده كوشينج كوشينج هو فرط الكورتيزول تمام. احنا ما بدنا نعالجه لكن بدنا نشخصه. فبالبداية لما نشخصه نعطي اختبار اسمه اختبار تثبيت بالديكساميتازون مشان المعالجة. تفريج أعراض الالتهابية في بعض الأمراض الالتهابية والمناعية. هون بقى بيجي السحر تبعون أمراض المناعية بيكون المريض فعلا يعني ميت عنده إصابة كلوية عنده إصابة رئوية المريض عنده أعراض كثيرة أعراض جهازية لأنه الأمراض المناعية كلها بتصيب عدة أجهزة بأن واحد بلش بقى دور الكورتيزون. مثلا أمراض الرثيان زي الحمامية التهاب جلد وعضلات الام الرثويه العضليه مرضى التهاب مفاصل تنكسي ما بفيد الشكل الجهازي بفيد الحقن حقنهم ضمن المفصل كمان بيفرجوا اعراض المريض بيكون المريض ما عم يحسن بيتني ركبته ما عم يحسن بيمشي. دكتور احنا اخذنا بيحقنوا حمض الهيالورونيك ما بفيد ابدا. مين اخذ مين اعطاك مره يمكن الدكتور حكى انه قاسم يجي يحقن انه حمض هاي اللغه اثنين اللغه ايه اللغه ماده اللغه لا 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 فائده ابدا من حقن باللغه باللغه 30 يمكن لا حقن الهيالورونيك ولا الحبوب الجلوكوزامين. سنجي بعطيكم اياها مفصليه ما في فائده ابدا يعني الجلوكوزامين شالهم من حقنهم مثله مثل الحوار مثل السيتامول ابدا لا سيبه. فانا ما بعطيه بالعاده يعني حتى يعني بكتب بالمحاضره بشكل واضح لا فائده منه. هجمة النقرس الحادة عادة بهجمة النقرس الحادة الأسبوع الماضي أخذناه عن نعطي إنسيس نعطي كولشستين ممكن نعطي بريدنيزولون في بعض الحالات مثلا قصور كلوي ما نحتاج نعطي أي الأدوية. التهابات الأوعية بكل أنواع مثلا التهاب الشرايين ذو الخلايا العرقية ممكن نوقي المريض من العمى هذا الشريان صدري بيلتهب وله فرع الشريان العيني أو الشبكي يعمل عمى تم فهذا للوقايه من العمى. شايف فائدته السحر يعني هذا الموضوع ذا تكياسه اللي بيصير فيه انسداد شريان تحت الترقوه تشارج ستراوس حبيبوم فاجنر هي نقش اللاين ذا بجدل كلهم التهابات بالاوعيه ذا المعوي التهابي كرون وال التقرحي تقرحي بالهجمات الحاده التهابات الكبد والكليه ايضا عند الاطفال مثل ذا الكليه قليل التبدلات. أحيانا نستفيد منهم بالحقن نحقن الأوتار. بعض الطلاب بيكمشوا القلم بشدة جدا اللي بيضربوا على الآلة الكاتبة بصير في عندهم أو على الكمبيوتر كثير التهاب وتر ديكورفان هذا الوتر هون بيلتهب بصير ما بيحسن بيتني أصبعته يعني بصير في عنده عجز نروح نحقنه كورتيزون ضمن هذا الوتر وكثير أوتار عضلية بس هذا واحد من بيناتهم. تحسس شري واحد عنده صدمة تحسسية الكورتيزون كثير مهم واحد بينقل دم متحسس كمان نعطيه استرويدات بتفيده بالتحسس. الربو القصبي التهاب الأنف التحسسي نعطيه بشكل موضعي بخاخ استرويد وحكينا بحد ساركوئيد مرض حبيبومي بيصيب الرئتين وبيصيب يعني أجهزة متعددة يعد من التهابات الأوعية صراحة. الهجمات الحادة من ربو والسي أو بي دي الهجمة الحادة من التصلب العديد الوهن العضلي الوخيم هدول أمراض بتصيب العضلات بتصيب الأعصاب. أحياناً الخدج لما بيجوا بيكون الرئة لسه ما هي ناضجة عنده ولدان على الشهر السادس الرئة ما تكون ناضجة فمضطر نعطيهم ديكساميتازون مشان تنضج الرئة قبل الولادة. يعطب مرحلة الحمل كمان ممكن؟ هو بالحمل بالمرحلة الحمل يعني مثلاً شفت ولادة باكرة نصبط المخاض شوي ونعطي يعني ديكساميتازون. بعض الامراض الدمويه نقص الصفيحات الاساسي فقر دم مناعي ذاتي السرطانات كمان بفيد بالسرطانات خاصه الدمويه مثل الليمفومات واللوكيميات التهاب الكبد المناعي الذاتي شلل بل شو هذا شلل بل العصب الوجه شلل العصب السابع اللي بيكون محيطي في فائده كبيره من اعطاء استرويدات شلل بل وسحر فعلا يعني انا شو فائده
هو الآلية اللي بيصير فيها الشلل بال هو إصابة العصب بالوجه بشكل التهابي غالبا بيترافق مع انتهاء تنفسي علوي مثل مثلا القريب وفي أمراض أخرى يعني. المريض تصوروا أنت عم تحول له حياته مثلا خاصة إذا كانت أنثى في إنه شكله مضطرب طول حياته ويرجع شكله طبيعي سحب يرجع بس بدك تطبقه بشكل مبكر جدا بريدنيزولون لمدة 10 أيام يعني شفت حالات بالفعل يعني مزعجة بنات يعني تصور بنت هيك مجقوم تمها وما بتحسن تسكر عينها منظر يعني سيء جدا أنت بتأثر على حياة الإنسان إذا عالجته بشكل مبكر 10 أيام من الإصابة لا أقول عشتي مدة المعالجة عشتي بس لازم خلال 24 إلى 48 ساعة تبلش معالجة إنه عادة هدول بيتأخروا بروحها مشايخ وخلون يقرون وكذا معالجة إيحائية ما بيستفيدوا يعني معالجة حصرا بيسترويدات في دور للمضادات الفيروسات بس يعني مو مثبت كثير الأسيكلوفير يعني ممكن يعطوا مضاد فيروسي إيه بروح أقول لك يعني فائدته رائعة جدا يعني التهاب التامور الحاد مستخدمه في حالات تعنيد على المعالجة بالإنسيتس والكولشستين التهاب التامور السلي لازم دائما يكون مع أدوية السل نعطي استرويدات التهاب السحايا الجرثومي والتهاب السحايا السلي التهاب السحايا الجرثومي معالجة مؤقتة مدة 4 أيام مولى لعلاج التهاب السحايا قال لما بيكون في عندنا التهاب سحايا جرثومي بيكون في بروتين عالي وبيكون في الجراثيم بتسد الزغابات المشيمية فنحن بدنا يوصل الدواء لوين للسائل الدماغ الشوكي مشان يتعالج فقال إذا ما أعطينا ديكساميتازون ما بيوصل الدواء فهذا بيزيد نفوذية الدواء بالإضافة إلى فعاليته بالوقاية من نقص السمع كاختلاط تالي لالتهاب السحايا الجرثومي يعطي فقط 4 أيام ديكساميتازون 4 أيام فيروس كورونا في حال وجود حاجة لعطاء الأكسجين سواء بطرق الغازية أو غير غازية قال المتكيسة الكارينية هيدا نوع من أنواع المتفطرات بنشوفها بالإيدز أو المرضى المثبطين مناعة تعمل ذات رئة بنستخدم استرويدات لما بنخفض فيها الأكسجة تحت البي أو 2 تحت 70 بنعالج الوزمة الدماغية في الأورام حصرا في الأورام استخدام استرويدات في الأورام بعض الأمراض الجلدية بنستخدمه بشكل موضعي مثل الصدف، الحزاز، البهق، تعرفوا البهق؟ البقع، البيضة، الإكزيما وبيرجع لي اللون دكتور البقع، القشيعة، والحاصة البقعية عندنا محاضرة هون عندنا الزوال أحيانا بيصير هون بالدقن هيك بقع موضعي كمان؟ سموه بقعية، موضعي كله موضعي كله هدول موضعي أمراض الجلدية عادة استخدامه بشكل مفهوم. إذن هدول الآليات مفهومة. هدول كل الأسباب موجودين في العالم. آليات مفهومة. عددهم عدد مقالي سؤال مقالي. كتب أشوف. كتب أشوف اللي بيطلع بالشيك. حط الأشوف بيجيك ده بهجات بيجيك التهاب مفاصل ربو قصبة. بيزيد مناعة دول بس للأورام. بيخفف الوزمة الدماغية بالورقة. لأنه هي الوزمة الدماغية بتأثر. تضغط على الدماغ وتسمع اختلاجات تعمل أعراض معظم الاستخدامات له هي الموصل من المناعة التفاعل المناعي رح يقل الجسم نحن نتدخل نخفض التفاعل المناعي مو كأنه هيك مبدأ بس انت اقول لا بيجيك مناعة بس لا لا بيجيك مناعة بيجيك مناعة بيزيد تأثير المناعة يعني مو بس هيك يعني ربو مثلا مو منايب يعني عم لكم هو سحر ما تفكروا كثير في الموضوع ما في دواء في العالم عنده هذه الاستطوابات يعني هذول حطيت لكم كل انواع الاستطوابات اب تو ديت خارج اب تو ديت من كل انواع المراجع ما خليت استطواب يعني فاللي بيحفظهم هذول بيرتاح طول حياته على الحالي كل شيء رح نعطيك كل شيء مريض لذلك في استطباب ما مذكور وهذا الصيادلي من كثر ما بيشوفوا انه استرويدات 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 ف
فكل ما بيجيهم المريض بيطرقوه ابره الكورتيزون. بتعرفوا هي الابره الثلاثيه ديكساميتازون شفتوا هي وجع الراس وجع الظهر ما بيصير ما ليش حطيت لكم انا هي من الاستطلابات عم اقول لكم من هو من كثر ما بيشوفوا وصفات صاروا يحسبوا انه الكورتيزون لكل شيء تترك مستقلب يمكن هلا مو تروحوا بقى تشوفوا كل هدول الوصفات تروحوا تعطوا له التهاب الوزن او اي واحد يجي طيب حرائق الدوائيه المهم هذا سلايد بيمتصوا بشكل فموي ولكن استقلابهم كبدي بالطرح عبر الكليه مركبات البريدنيزون بالذات هو الاسترويد الوحيد المفضل عند الحوامل ما بياثر على الجنين بشكل عام معظم الادويه بتاثر حسب آلية التأثير هذا مهم هذا لازم تعرفوا شلون آلية التأثير في أدوية قصيرة التأثير أدوية متوسطة التأثير وأدوية مديدة التأثير هذا إيش بفيدنا فيدنا إنه الحالة إسعافية مستخدم هيدروكورتيزون مثلاً كورتيزون وفلوريكورتيزون حالة متوسطة ممكن نستخدم ميتيلبروتيزولون أو بريدنيزولون وتريامسينون الأدوية مديدة التأثير الفتا والميتازون والديكساميتازون ممكن يطول تأثيرها 36 إلى 72 ساعة هذا الاشكال الدوائيه اللي بيجي منها استرويدات كمان هي بتجي بالفاس استرويد صعب لكن بيجي بالفاس مثلا الشكل العضلي بيجي ترايمسينون الوريدي بيتا وديكسا وهيدرو وميتيل وبريدنيزولون الفموي الكورتيزون ديكسا والميتيل والبريدني والفلوريكورتيزون عفوا بس هذا الكورتيزون جديد الادويه قصيره التاثير ما كان موجود هون ضيفوا عليه الكورتيزون الحقن ضمن المفصل هذا مهم تحفظه لانه هذا يعني جزء نجيب لكم اياه ما مكثر لما ما من صعب الاسيم نجيبه هذا يعني هذول دوايين بنحقنوا بالمفصل باقي ما بنحقنوا تريامسينول والبيتا الميتيل برينيزولون الشكل الانشاقي تعلمناه بالربو البيكلو ميتازون البودوزونايل كورتيكازون والموميتازون الشكل الموضعي ايضا بيجي البيتا ميتازون هيدروكورتيزون وميتازون هذول بقى منشان ايش منشان الأمراض الجلدية بيجوا بشكل كريمات أو مراهق ميتا شفناها أنا الله أي واحد أسرع هيدروكورتيزون هي مدة التأثير مدة التأثير أي هو هذا أسرع وقصير سريع وقصير بعض الجرعات هم بقى الجرعات مهمة تحفظوها كمان تلاقي صعب بس مهم استرويدات مهمة أعطيكم أنا استرويدات لازم يجيكم سؤال بالسؤال كان الكورونا موجود عندنا طيب الكورونا ديكساميتازون 10 ملي جرام مدة 10 ايام عفوا 8 ملي جرام 6 ملي جرام الكورونا في اضافه موجوده هون عندنا 8 ملي موجوده عندك طاول ما موجوده عندك طاول الكورونا 6 ملي جرام يوميا مدة 10 ايام تعجيل نضوج الرئة عند الخدج ديكساميتازون 8 ملي جرام أو بيتاميتازون 40 ملي جرام قبل 48 ساعة من الولادة وبتبعوها بجرعة أخرى قبل 24 ساعة من الولادة يعني يومين نضل نعطي ديكسا أو بيتاميتازون نقص الصفيحات نعطي 1 ملي جرام على الكيلو هجم الحادة من الزئبة والتهابات الأوعية 1 ملي جرام على الكيلو أقصى حد بنعطى 60 ملي جرام حتى لو كان وزنه 100 يعني هجمة الربو بالعناية مشددة بنعطيهم ميتيل بريدنيزولون كل 6 ساعات نعطيهم 125 بالإسعاف نعطيهم هيدروكورتيزون 200 ملي جرام سريع بعدين ممكن لما نخرجه على المنزل نخليه على كورتيزون لمدة 7 أيام بريدنيزولون 1 ملي جرام على الكيلو بالقصور الكظري ده أديسون بالهجمة الحادة بصير هبوط ضغط نعطيهم هيدروكورتيزون 100 ملي جرام كل 6 ساعات بالمعالجة المزمنة بنعطيهم 60 صبح 40 مساء مع فلوريكورتيزون بخاخ فموي هذا التنكسي بنحقن لهم بالتاميتازون 40 ملي جرام ضمن المفصل الرثياني بريدنيزولون 7.5 ل 15 ملي جرام تحسس دوائي نعطي هيدروكورتيزون 200 ملي جرام الوزمة الدماغية والأورام الدماغية حصرا نعطي ديكساميتازون 4 ملي جرام كل 6 ساعات شو قلت لنا المفصل أضيف عليهم بالتاميتازون ذكي هذا نتابع بشكل زي بالنسبة لما نعطيه قبل للأم هو يعني بوصل للجنين عبر السرعة طيب هاي هذا سلايد جديد كمان حطيت لكم اياه لأنه كثير مهم تعرف شلون تحول بين الأدوية بالجرعات ليش مهم؟ لأنه أنت أحيانا بتضطر مثلا تكون عم تعطي كورتيزون لمريض ده أديسون تصور أنت فجأة
تقطعه لهذا الدواء بسبب المرض، بسبب والله صار عنده سرطان مريض، صار عنده غياب على الوعي الى اخره، مضطر انت تعطيه بشكل الوريدي، ما بصير تعطيه بشكل وريدي مثلا جرعات اقل او اكثر. مثلا بدك تحول من بريدنيزولون 10 ملي جرام، انت كده بتعطي المريض 10 ملي جرام في اليوم، شد اللي مقابله الوريدي مثلا الديكساميتازون 1.5 ملي جرام المقابل تبعه، الميتيروتيزولون 8 ملي جرام، الكورتيزون 50 ملي جرام، الكورتيزون 40 ملي جرام. اذا المقابل هذا البريدنيزولون 10 ملي جرام عاده بيقيسوه من البريدنيزولون 10 ملي جرام وبتقيسه على البقية، هذا أشياء شيء لأنه بنعطى بشكل قموي يعني. 5 10 20 بيجي 5 و10 و20. إذا هذا سلايد ممكن يجيكم بشكل سؤال إنه مثلا يعادل البريدنيزولون 10 ملي جرام ماذا مثلا؟ 1.5 ديكسا 40 هيدرو 50 كورتيزون. هون بقى بيجي التأثيرات الضارة، صحيح له كل هالاستضافات لكن كمان له كل هالتأثيرات بس اقل السيئه اقل من السلايد لسه اختصرتكم منه. اهم تاثير واكثر ضررا هو واكثر شيوعا صراحه هو تخلخل العظام، عم بسبب نوع من انواع هشاشه العظام، بيثبط امتصاص الكالسيوم الامعاء وبيثبط التشكيل العظمي. لذلك لما نعطي كورتيزون لازم نتبعه بايش؟ بكالسيوم وباي فوسفونيت، نحكي فيهم بعد شوي. بسوينا كوشينج شكل كوشيني وجه دوائي، وجه قمري، بدانة مركزية، شايفين هذا الشكل، سطور أرجوانية. سبحان الله بدي أفرجيكم من صورة التأثير التجميلي ما حكيت. لمريض جاني على العيادة عنده التهاب عنبي، التهاب بالعين، عطي أحد دكاترة كورتيزون مع أنه ما في له استطبار كثير. موضع؟ لا جهازي، أعطيه موضعي وجهازي. صار مع كوشينج فرجوا هالمنظر كوشينج. هذول سطور أرجوانية محمر، عنده ضغط وسكر صار من وراء. هو شاب عمره 30 سنة. دكتور أعطاه عينية ودكتور عينية ذا؟ إيه أعطيه إياها دكتور عينية، فحطيت له أنا خطة نسحب الكورتيزون يعني خلال شهرين سحب، هلا المفاجئ ما بصير. زين كوشينج زيادة الشهية، صير بياكل مريض. كان عندي مريضة من شهر تقريبا قبلتها بمشفى، هي ذئبة حمامية وحطيناها على الكورتيزون، كان ما في لا شهية، ضعيفة جدا يعني، وضع كثير سيء، اي اس ار سي ار بي، حرارة يعني ميتة ميتة، عندها بتر بالاجرين بسبب نقص الترويب. حطيناها على السترويدات، كسرت اهلها كل على كل وقعة تاكل 4 ترغفة 5 ترغفة، كسرت كل يوم تاكل 3 وجبات في اليوم. اجت بعد شهر خرجتها بقى على البيت، امورها صارت تمام. اجت بعد شهر هالبوت شيك منور صاير وزنه زياده. تاكد عليك الساد العيني، بصير في مي بيضة، الساد العيني يعني المي بيضة، فرط سكر الدم بيؤدي للسكر، نقص البوتاسيوم، ارتفاع الضغط الشرياني، شو هذا اللي حكيت لكم عليه، ضعف عضلي داني. شو هو الضعف عضلي داني؟ العضلات هيدي اللي بتشيل الواحد واللي بيرفع ايده هيك مشان يمشط شعره، عضله الداليه والعضله الفخذيه. المريض لا بيحسن بمشط شعره ولا بيحسن بيقوم من وضعيه الجلوس، هي وضعيه الجلوس بدها العضلات الداليه. هذا المريض بيعاني، هذا المريض اللي اجاك راح ينعكس هذا الحكي السكر والضغط اللي خلص راح كل الحياه؟ لا بينعكس، لا بينعكس، اذا سحبنا له الكورتيزون بيرجع طبيعي. اضطرابات دوره التنصيه، قرحات هضميه، مخرش المخاطيه المعديه، زياده الامتهانات، بزيد الامتهانات، ضعف شفاء الجروح، لذلك لازم ننتبه انه قبل عمل جراحي نوقفه. ميل للتكدم، بصير المريض من اي، بصير في هشاشيه جلديه فبيتكدم المريض من اي طرقه بينطرق فيها. اضطرابات عاطفيه، بصير شوي هيك عصبي نفسي الى اخره. وطبعا عند الاطفال بيثبط لهم النمو بالشكل الجهازي، بالشكل الانشاقي ما بيأثر على النمو. سحب استرويدات القشريه، لما انت بتعطي استرويدات من برا، المحور النخامي الوطائي الكظري بينام، ان عاده في تلقيم راجع بيناتهم، تمام؟ يرتفع الكورتيزون بيتصبط الاس تي اتش، بيرتفع الاس تي اتش بيتصبط الكورتيزون. اما لما بتعطي استرويدات من برا بينام هذا المحور، تسحبها بيضل نايم،
بسحبها بشكل مفاجئ بيضل نايم، فايش بصير في عنده فور المريض صدمه جزريه. هو معتمد الجسم على الكورتيزون الخارجي، بتعرفوا انه الكورتيزون اذا نقص بصير في عندنا صدمه، بصير في عندنا هبوط ضغط، فما بصير سحب مفاجئ ابدا ابدا الا بحالتين. الحاله الاولى اذا كان العطاء اقل من اسبوعين ما بيلحق ينام المحور الوطائي النخامي، والجرعه اقل من 40 ملي جرام من البريدني زولون، وكل ما كانت مده معالجه الاسترويدات طويله مده السحب بتكون بطيئه. يعني مثلا بعطيه صار لي سنتين لازم اسحبه على مدار 6 شهور، بعطيه صار لي مثلا 3 شهور ممكن اسحبه على مدار شهر الى اخره. احيانا الامراض نفسها لو تسحب الكورتيزون ترجع بتصير فيها فلير، يعني بغض النظر عن الصدمه الجزريه، بس سحب الكورتيزون احيانا بيكون متعب جدا، يعني مضطر له لهدول الاستطبابات ال 25 30 وحده ما بعرف شو، ما نعدهم مشان ما تروح بركتهم. فكمان سحبه كثير صعب بيكون. طيب خلصنا من الكورتيزون، الان ننثبت اذا واحد عنده فرط كورتيزول او فرط افراز بالاسترويدات القشريه او المعدنيه. قال في كوشينج العلاج جراحي، كوشينج متلازمه سواء نخاميه او كظريه، بنشيل كظر او بنشيل النخامه، ولكن بعض الاحيان المرضى ما بيتحملوا الجراحه، مثلا المريض طلع عنده عمره 80 سنه بدك تعمل له جراحه ما بتعمل له جراحه، تعطيه دواء مثبط للكورتيزون هو الكيتوكونازول. الكيتوكونازول مضاد فطري. مضاد فطري لكن بيثبط الكورتيزون. هذا في اضافه. سبيرولاكتون حكينا فيه من قبل، دواء مدر من مدرات الحافظه للبوتاسيوم، لكن بيفيد بتثبيط القشرانيات المعدنيه، بيفيدنا بدائكون اللي فيه فرط الالدوسترون. الابيورينون مثل سبيرولاكتون، بس سبيرولاكتون له طبعا هذول بيعطيكم اياهم دكتور معن او اعطاكم اياهم، بس هون عم نضيف للمرض هذا الهرموني. بفيدنا الابيورينون كبديل عن سبيرولاكتون، سبيرولاكتون بيعمل لنا تسدي، هذا ما بيعمل. اي استرويدات ثانيه مستطب اعطائها الام الحامل من اجل انضاج رئه الجنين؟ ديكسا هيدروكورتيزون بيتا او ديكساميتازون، الموجود بالسلايد هو بيتا ميتازون. ننتقل للاستروجين. الاستروجينات استخداماتها العامه نستخدمها كمانع على الحمل، لما نشارك الاستروجين مع البروجسترون باشكال مختلفه، هلا رح نشوفها اشكال مناعات الحمل. ممكن نستخدمها كمعالجة معيضة بعد سن اليأس، بعد سن اليأس تنخفض الهرمونات وبصير عند المريض هبات سخنة، هبات بردة، أشكال وظائف مختلفة، فنضطر نعطي لفترات معينة معالجة معيضة بالهرمونات. أيضا ممكن نعطيها ببعض الأمراض مثل قصور الأقناد البدي، في مرضى بصير في عنده قصر قامي مثل مثلا تنازل تورنر أو تنازل كلاين فلتر، هذول بصير في عندهم قصور اقناد بالمبايض او بالخصيتين، فمضطر نعطيهم يعني بديل من الهرمونات الجنسيه. الضاهي المبكر او الضاهي الجراحي كمان مضطر نعطيه، يعني مثل السن الياس بس هون بشكل مبكر. يعني القصور المبيضي ايضا المبكر. تاثيرات جانبيه للاستروجينات، اكثر تاثيرات هي غثيان والتسدي، يعني عفوا مو التسدي، مضض في الثدي، يعني بيصير بيحتقن الثدي كثير، فبيصير في عندنا مضض فيه. طبعا من التاثيرات المهمه الخطيره هو الانصمام الخصري، الاستروجينات بتزيد الخسارات، تمام، بصير معهم جلطات في الاجرين، جلطات في الرئه، جلطات حتى في الدماغ، بيرفعوا الضغط، بيعملوا وزمات لانه بيحبسوا السوائل، بيزيدوا احتشاء الاعضاء القلبيه، بيزودوا لنا خطر سرطان الثدي، سرطان باطن الرحم. زيك بنستخدمه مع البروجسترون، هذا الشيء بيخفض من هي الاخطار. ما هو سبب بالسرطان انه اعطاء الاستروجينات؟ اي سبب عشان اقول لك ازدياد الخطر. اي زياده طبعا، لان امس في دراسه انه قال نسبه 90% يعني نسبه كبيره انه سبب سرطان الثدي او سرطان الرحم واعطاء الاستروجينات. استروجينات بس هلا بنشوف بعد شوي انه اذا اعطينا مع البروجسترون بخفف هذا الخطر، العكس بيصير واقي للثدي وباطن الرحم. اذا هون الاستروجينات لحالها. في عندنا شيء اسمه معدلات الاستروجين الانتقائيه، قال هذا مو استروجين لكن بيروح بينافس الاستروجين على مستقبلاته، تمام؟ تاموكسيفين، رالوكسيفين، وكلوميفين. كلوميفين هذا بيستخدموه بيزيد بافراز الجي ان ار اتش،
وموجهات الغدد التناسلية بيؤدي لنا لتنبيه الإباضة، بيستخدموا بمعالجة العقم المترافق والدورات الإباضية. أما التاموكسيفين بيفيدنا بالمعالجة بسرطان الثدي بعد العلاج الجراحي لسرطان الثدي أو العلاج التلطيفي الكيماوي، بيعطوا لفترات طويلة تاموكسيفين. رالوكسيفين بيفيدنا بالوقاية من تخلخل العظام لأنه بينقص الارتشاف العظمي وبزيد الكثافة العظمية. التأثيرات الجانبية التاموكسيفين غير أنه هو مثل الأستروجين، بيعمل هبات سخنة، بيعمل غثيان، بيعمل فرط تنسج وخباسات في البطانة الرحمية، بيعمل نزف مهبلي. الرالوكسيفين بيزيد خطر الخسار الوريدي العميق والانصمام القصري وخسار الوريد الشبكي في العين، لازم نتجنبه عن المرضى اللي عندهم سوابق خسارية. الكلوميفين بيعمل ضخامة بالمبيض، صداع، غثيان، هبات سخنة. البروجستيرونات حكينا الاستروجين، الان ننتقل للبروجستين. بشكل عام ذكروا الدوره الخمسيه شلون بلش. اول شيء الاستروجين، الاستراديول بيطلع بيوصل لمرحله الاباضه، بعدين بينزل ببلش دور البروجسترون عشان ينمي المخاطيه الرحميه. فجاه الانخفاض المفاجئ بالبروجسترون بيساوي لنا الدوره الطمسيه. استخداماته مثل البروجسترون مانع حمل، استخدم بالمعاجه المعيضه بعد الضهي، بيسيطرنا عن النزف نزوف الطمسية عند النساء، بيعالجنا عسرات الطمس، وبيدبر شيء اسمه انتباز البطانة الرحمية، بصير في شيء اسمه اندوميتريوزيس. لكن البروجسترون عادة نستخدمه بالمشاركة مع الاستروجينات. التأثيرات الجانبية بيعملنا شوية تعمل صداع، اكتئاب، زيادة بكسب الوزن، تغيرات في الرغبة الجنسية، ممكن لها فعالية اندروجينية فبتسوي عدة شعرانية كمان. هلا بدنا نشوف مانعات الحمل. آلية تأثير مانعات الحمل هي عبارة عن مشاركة بين الاستروجين والبروجستون، هيك العادة يعني، مع دواء غفل. هون أبيض، هدول أثناء الدورة الطمسية. فإيش اللي بيصير؟ بيكون على بنعطي المريض استروجين وبروجسترون، فبيتثبط الاستروجين بيثبط الـ FSH والبروجسترون بيثبط الـ LH. هذا الشيء بيسهل. اول شيء البروجسترون اذا سمك المخاطر الرحميه بتمنع من دخول المطاف، الاستروجين بيمنع الاباضه، تمام. فنجي لليوم الاخير قلنا هون اخر يوم، لما نجي بنعطي هاي الحبه فانقطاع مفاجئ بالبروجسترون، يعني احنا بنسيطر على عمليه الدوره الطمسيه عند الاناث. احنا عم نعطي استروجين وبروجسترون مثل تاثيره، عم نثبت ال LH وال FSH، فخلص صار الجسم معتمد على الاو سي بي على مانع الحمل. بيجي في يوم محدد بنقطع البروجسترون بصير دوره طمسيه، فنحن عم نتحكم بالدوره الطمسيه عند هذول الناس. دكتور ايش ليش هذول ايش هذول لك البيض البلاسيبو هذول، اما احيانا بيحطون حديد حب حديد اثناء الدوره الطمسيه، قال مشان ما تنسى المريضه انه كل يوم في عندها حبه، تمام؟ نحن ما بنقول لها هذا الشيء، بنقول لها هذا كل يوم حبه، في الصبح تاخذي حبه. فاذا نسيت حبه بصير حمل فورا بنفس يعني اذا كان في جماع يعني طبعا بنفس اليوم. فهي مشان ما تنسى بخلوا هدول الحبوب، فاما بحطوا فيها حديد او هن عباره عن دواء بلاسيبو خلال خمس ايام الدوره الطمسيه. دكتور ايش الفائده من اسهم؟ ليش هاي الحبه بعد هاي؟ في فائده اللي بس هيك؟ ايه في فائده. ايش هي الفائده؟ طيب والله لا تستعجل هسه. طيب نبدا بالانواع مانعات الحمل. ايش يعني هو مانعات الحمل الفموية الحبوب يعني اللي هي بتحوي على استروجين وبروجسترون. في لها نوعين، هذا مشان سؤالك. نوع وحيد الطور يعني جرعة ثابتة من الاستروجين والبروجسترون، وهذا لا يماثل الدورة الطمسية صراحة. على مدار ال 21 يوم، بعدين بقية الأيام هون أيام الدورة. أو ثلاثية الطور، قال فيها جرعة ثابتة من الاستروجين مع جرعات متزايدة من البروجسترون. مثل بيشابه الدورة الطمسية، بيرتفع بعدين بينخفض، بعدين بيصير عندنا الطمس. فهي الافضل، ثلاثية الطور هي الافضل انه تماثل الدورة الطمسية تماما. اكثر استروجينات استخداما هو الاتينيل استراديول، البروجسترونات الاكثر استخداما هي اسماء هذول ليفينوجستريل ونورسيريدون، ما مهم تحفظوا اسمائهم هذول، خلص بروجسترون احفظوا بروجسترون. نجي نوع ثاني من مانعات الحمل عبارة عن لصاقات، لصاقات تحت عبر الجلد، هيك اللصاقه بتشلحها المريضه، ممكن تحطها على الايدين او على الكتف او على العضله الداليه، بتحوي على
استروجين وبروجسترون، تحط ثلاث لصاقات، والاسبوع الرابع ما تحط ولا لصاقة فبصير في دورة طمسية، نفس الآلية الحبوب الحمل. يعني قال أسهل من حبك اليوم هنا لزقك الأسبوع. من موانع الحمل أيضا الحلقة المهبلية. نحن نعرف في عنا الكوندوم، كوندوم الذكري بس بيمنع حاجز، عبارة عن حاجز كيميائي من ولوج السائل المنوي إلى المهبل، حاجز فيزيائي كيميائي فيزيائي. أما هذا الحلقة المهبلية هو حاجز كيميائي، عبارة عن حلقة بتنوضع ضمن المهبل، بتحطها المريضة لمدة 3 أسابيع بعدين بتشيلها. فيها كمان تحوي على استراديول وبروجسترون، نفس الفعالية نفس التأثيرات الجانبية، لكن يحذر بس من سقوطها أحيانا. بتفرق هي عبارة عن 4 ملي 5 ملي. في حبوب نوع مناعات الحمل فيها فقط بروجسترون. قال إمتى نستخدمها هيدي؟ نستخدمها لما بيكون في عنا المريضة عندها تأثيرات جانبية من الاستروجين، تأثيرات سيئة جدا مثل مثلا الألم الثدي، الصداع، الغثيان، أو عندها خسار، أو المريضة مثلا ما عندها مانع استخدام. وأثناء الأرضاع، تعرفوا أثناء الأرضاع هو مانع حمل لحاله الأرضاع لمدة 6 أشهر، تمام؟ بعد 6 أشهر ممكن يصير حمل، وأنا شفت ناس بيحملوا حتى قبل ما هذا. كنت مدير مشفى نسائية لمدة 3 سنين، فمن كتر الموظفات عندي، من كتر ما بيشوفوا أولادات فبيشتهوا كأني على الأولاد وهيك. ففي واحدة جابت 3 أولاد بسنة واحدة، جابت توم وواحد بعدها، فحملت مباشرة، لسه ما ولدت أول توم رجع جاء حمل مباشرة. هاي ما نفع معناها. طيب في عنا زرعات بروجسترون، عبارة عن نكاش سنين فيها بروجسترون، بيحطوها تحت الجلد، بتطول مدة طويلة حوالي 3 سنوات، تنساها، تحطها المريضة وتنساها. هذا اللي ما بيحب ياخذ يعني كل يوم حبة أو كل أسبوع لزقة إلى آخره. نسبة الفشل فيها منخفضة، تأثيرات الجانبية ممكن تعملنا صداع أحيانا ونزف طمسي. اللولب، من موانع الحمل اللولب، الانترايوترين ديفايس أو الـIUD، تمام؟ شايفين كلمة IUD عبارة عن إيش؟ حاجز فيزيائي مع كيميائي، حاجز فيزيائي مع كيميائي. لاحظين هو الوضع ضمن الرحم، بيحطوا له خيطين، هذول الخيطين ليش؟ مشان سحب، مشان سحب واحد، ومشان يتأكدوا دائما انه هو بموضعه، انه احيانا بيهاجر. هذا المشكلات تأثيرات سيئة له، انه ممكن يهاجر، ممكن يتمزق، يعمل تمزق الرحم ويطلع برا. طبعا مصنوع من النحاس عادة، هذا الكبر، هذا ما بعرف والله ما بعرف ال ان جي، حدا بتذكر شو هذا ال ان جي؟ فضايع ستانلستيل ان جي، نسيت والله. طيب هذا يعني مانع حمل سهل وفعال، تحطه المريضة وتنسى، تمام؟ يعني لا في داعي لمراقبة، ما في داعي ل يعني قصدي ما في داعي كل يوم تاخذ حبة أو كل سنة أو كده، يعني تنسى 4-5 سنين. مناسب لبناء حمل عند النساء اللي عندهم طفل واحد على الأقل، يعني ما بصير تحطه للمريضة ما عندها أطفال، مضاد استقباب هذا الموضوع. حتى بشكل عام يعني ما بصير يعني تحذيرات، هاي يعني بيكون طبيبات نسائية معروفة عندهم، ما بيعطوا مانع حمل لمريضة ما لسه عم تجوز جديد، وهي نادرة بصراحة. بس بتشوف في بعض الناس قال هذول الموظفين وكذا، إنه قال ما بدي أجيب أولاد من البداية، يعني يعني هاي لأنه أحياناً بيسووا عقم دائم. يعني طبعاً ما بصير نعطيه لمريضة عندها داء حوضي التهابي أو عندها حمل هاجر سابق، لأنه بيشجع هذا الحمل الهاجر. في عنا حقن من البروجسترون، نعطي حقنة كل 3 أشهر عن طريق العضل أو تحت الجلد. تأثيرات الضارة إنه زيادة الوزن، ممكن تأخر خصوبة، ممكن يأهبنا لهشاشة العظام. هلا نضطر احيانا نعطي مانع حمل بعد الجماع، طبعا جماع غير مخطط له او جماع مثلا اغتصاب، تمام؟ بهذه الطريقه
شلون؟ حد الطاري أمس هون. في يعني طاري. مثلا واحدة ما تجيبوا ما تجيبوا لا تذكرت إنه هي يوم باليوم أربع اليوم 14 بالدورة. فبدأ شيء فورا يعني يلغي لها الحمل ما خرجت تربي اولاد ما بعرف ايش صار يعني او مثلا لا سمح الله صار في عندنا اغتصاب بيروح على المشفى انه يعني ما بدي يصير في ولد من وراء هذا الاغتصاب فبنعطيهم جرعات عاليه من البروجسترون ليفونوجستريل وهو المفضل او بنعطيهم جرعات عاليه من استروجين مع بروجسترون لازم خلال 72 ساعه من الجماع اسرع ما يمكن لازم يكون هذا قال لأنه احتمال حدوث الحمل من جماع لقاء جنسي ممكن يوصل ل 30% بين 12 30% أما إذا يعني هذا منع الجماع الإسعافي ممكن ينقصنا الحمل ل 0.2 ل 3% هذا الرقم مرة جبته بالفحص لأنه كثير مهم كثير يعني بركز عليه إنه شد نسبة واحد وحدة تحمل بعد أي جماع يعني كان ممكن توصل ل 30% ولما بنعطي هاي مانعات الحمل الإسعافية ف يعني بنقص احتمال ل 3% تقريبا اقل من 10 اضعاف موانع الحمل بشكل عام معظم التاثيرات الجانبيه سبب الاستروجين الاكثر شيوعا هو امتلاء الثدي الصداع احتباس سوائل في تاثيرات اخرى خاصه اكثر شيوعا عند المدخنات اللي عمرها فوق ال 35 عاده ما بنعطيهم صراحه الانصهار الخصري ارتفاع الضغط واحتشاء عضلي قلبي والسكتات الدماغيه هذول اكثر شيء خطيرات للمريضه فوق ال 35 سنه ومدخنه يفضل عدم استخدامه عند المدخنات انه هو بيزيد الخطر القلبي وهي بتكون مدخنه يعني لكن شوفوا فوائد مناعات الحمل على السرطانات شوي انه الاستروجين الاستروجين بيزيد سرطان الرحم والمبايض هون بنقص خطر حدوث سرطان اذا موانع استخدامه مستخدمه فوق ال 35 واللي بيدخنوا اللي عندهم جلطات دماغية، أمراض خسارية، تنشؤات معتمدة على الاستروجين، أمراض الكبدية والحمل لأنه استقلابهم كبدي، هدول المانعات الحمل، فموضوع استقلاب بالقصور الكبدي والحمل طبعاً يعني موضوع تصور حامل وأطاطية استروجين طمل الأندروجينات، قال الأندروجينات يا شباب ما لا أي استخدام يعني خلينا نقول مهم غير بقصور الأقناد البدئي او الثانوي تعرفوا هو هرمون بنائي الاندروجين ما كثير له مهم يعني في معالجه الهزال المزمن المرافق للايدز حكيناها قبل جماعه العضلات دكتور بياخذوه هنا هلا راح اخر وحده هيدي انتباس بطانه الرحم ده اللي في الكيسي بالثدي ممكن نستخدم دواء هو دانازول هو عباره عن اندروجين ضعيف الاستخدام غير مصادق فيه هو جماعه العضلات وبناء الاجسام بياخذوه لانه بنمي العضلات لكن شوفوا تأثيراته الجانبية السيئة عند الإناث بصير في عندهم تسكير أكيد ما راح يأخذوا بس إذا بتلاحظوا هذول اللي يعني هذول بيعملوا بناء أجسام وبناء أجسام بصير شكلها رجولي عد طبعاً بينمو شعر الوجه بزيادة عمق الصوت صلع الذكري تضخم العضلات وعدم انتظام الطمث على الدقن عند الذكور بصير عندهم قساح شو يعني قساح يا شباب؟ نقص الكالسيوم قصاح انتعاز مؤلم بيكون انتعاز يعني القضيب مؤلم جدا ممكن يصير في عندهم عنانة نقص تكون النطاق تسدي وبالإضافة للتغيرات الجميلية الأطفال ممكن يصير في عندهم شذوذ في النضج الجنسي اضطرابات في النمو الرياضيين بيوقف النمو الطولي ما بصير يستخدموا طفل ما حتى بعد غير مصادق عليه نقص في حجم الخصيتين، شذوذات كبدية، زيادة العدوانية، اضطرابات مزاجية، تأثيرات عامة بيزيد ال LDL كوليسترول السيء فبيزيد من احتمال حدوث الداء الكليلي وبيحبس السوائل وال شو العد؟ العد يعني حب الشباب حب الشباب امرأة 70 عام عوجت بالرالوكسيفين من أجل تخلخل العظام قد تتعرض هذه المرأة لزيادة خطر أي مما يلي سرطان ثدي الرحم التهاب مهبل ضموري ولا خسار وريدي خسار وريدي امرأة عمرها 23 سنة فشلت في أن تصبح حامل بعد سنتين من زواجها بلقاء جنسي غير محمي أي ميل يعد فعلا في معاش العقم ناجم عن دورات اللا إباضية
كلوبيفين تمام دواء اعطاء الكلوبيفين لانه بيحرض النوبات الاضافيه. مره عمرها 53 سنه عندها هبات سخنه وهبات برده بترافقها مع سن الياس ما في عندها اي سوابق اي ما يلي اكثر ملائمه لعلاج اعراضها. ممكن هبات السخنة كانت أثر جانبية؟ لا هي أعراض سن الياس. هبات السخنة والبرد هي من أعراض سن الياس. طب أحكي لكم عن سن الياس شوي مشان. تعرفوا سن الياس بصير في عندنا هبات سخنة وهبات برد، شوي بتسخن المريضة شوي بتبرد بتجننك. شوي شغل مكيف شوي طفو مكيف، شوي تعب الشبابيك شوي سكر الشبابيك. عدوانية تقتل جوزها نفسيتها صعبة كثير من قبل ما كانت تقتله هم بزيد هم بزيد جفاف في المهبل فبصير الجماع كثير صعب ومؤلم تمام طبعا اكتئاب ممكن يزيد الاكتئاب هلا بهي الحالة بهي الحالة رح نعطي حبوب هرمونية مثل ما قلنا انه نعطي استراديول وبروجسترون معالجة معيضة لكن اذا كان في عندها المشكلة هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن جفاف مهبل نعطيها كريم استروجين مهبلي بيخفف التشنج وجفاف المهبلي. إذا كان عنده مضاد استطباب مثلاً للاستروجينات مثلاً هي بدها معالجة معيضة لكن عنده خسار وريدي عميق عمره نعطيها بروجسترون ميدروكسي بروجسترون لحالة. شو حل السؤال؟ السؤال لا حبوب منع حبوب فموية قول ما حكينا عم بحكي لكم انه ايش ممكن يعني لانه ما في سوابق خلص رح نعطي الموزع في عندنا جفاف نعطيه تمام. نجي للادويه المستخدمه في تخلخل العظام لنفهم اي تخلخل العظام. شايفين هاي الصوره؟ الصوره اللي على اليمين العظم الطبيعي، الصوره على اليسار تخلخل العظام. شايفين موضوع في عندنا نسيج عظمي صار عظم هش ممكن بأي دفشة ينكسر عنق الفخذ. العلاجات المقترحة في تخلخل العظام لازم يكون نظام غذائي جيد غني بالكالسيوم وفيتامين د. ننصح المريض بالتمارين تخفيف الوزن إيقاف التدخين. التدخين يعتبر من المحرضات تخلخل العظام. كورتيزون تجنب الأدوية اللي بتزيد الفقد العظمي. كورتيزون حكينا صار بعدة محاضرات مثل السترويدات مثل ايش الهيبارين بي بي اي تذكروا البيوغليتازون كان من ادويه السكر الفيروزامايد والفينتوين هذول ابي اعطيكم اياهم دكاتره. العلاجات بتعتمد اما البايفوسفونيت وهو راس واهم دواء وحبيب الملايين في تخلخل العظام هو البايفوسفونيت. ممكن نعطي كالسيتونين ممكن نعطي معدلات مستقبلات الاستروجين رالوكسيفين من شوية أخذناه وممكن نعطي هرمون الباراثرمون. نبدأ بالبايفوسفونيت تنعطى بشكل فموي بنعدى الأندرونيت والإبندرونيت والزولندرونيك أسيد والريزندرونات. الزولندرونيك أسيد بنعطى بشكل وريدي وفموي بشكل أساسي. الإبندرونات ألي التأثيرون بنقصوا ارتشاف العظمي فبالتالي بيزيدوا الكتلة العظمية بالإضافة لآليات تأثير أخرى مثل إنقاص كاسرات العظم زيادة الموت القلوي المبرمج إلى آخره. استخدامه في علاج تخلخل العظام والوقاية في العلاج والوقاية فمستخدمه حتى مثلا إذا واحد عم يأخذ كورتيزونات مشان ما يصير عنده تخلخل العظام نستخدمه في الوقاية. ممكن نستخدمه بداء بجت مو داء بهجت داء بجت. داء بجت هو عبارة عن عظم فيه اضطراب في الاستقلاب العظمي بصير في عنا انحلال وفرط تصلمه فبتلاقي في محلات زيت فيها العظم ومحلات صار في عنا انحلال عظمي. النقاء العظمي ممكن نستخدمه لما بصير في عنا نقاء من السرطانات ومعالجة فرط الكالسيوم في الخباسات. هدول كتير مهمات جوا الامتحانات. استخدام البايفوسفونيت علاج ووقاية بجت والأورام وفرط الكالسيوم الناجم عن الخباسات. امتصاص البايفوسفونيت ضعيف بشكل فموي بتداخل كثير مع الطعام لذلك لازم ناخذه على الريق ينطرح مع البول. فعاليته ممكن تستمر لمده تاثيره لسنوات
اهم تاثير جانبي له انه بيعمل التهاب بالمريء، التهاب بالمريء وتقرحات مريئيه. لذلك نصيحه مهمه لما نعطي هذول ثلاث اسطر، جبتهم مره سؤال بالامتحان انه كثير مهم، ودائما يعني دائما لما بكتب وصفه بكتب هذول ثلاث اسطر بالوصفه. بسبب هذا التاثير المقرح للمريء، هاي الحبه بتلزق بالمريء وتبلش ايش تعمل تاكل في المريض، تاكل لازم يشرب المريض مي كميه كبيره بقى، كاستين مي مباشره بعد شرب هاي الحبه. اثنين، ما بصير يضجع المريض لمده نصف ساعه، لازم يضل عم يمشي او يضل بارك، بس الضجع بتعلق الحبه مباشره، فانتبه على هذا الموضوع. في حالات عدم تحمل فموي ممكن نعطي الشكل الوريدي، بنعطى احيانا مره واحده يوميا او حتى مره واحده اسبوعيا. انا غالبا بستخدم الشكل الاسبوعي مشان نخفف على المريض ادويه، بنقول له مره واحده باسبوع على الريق مع شرب مثلا بتفيق على صلاه الجمعه في الصبح، تشرب هاي الحبه على الريق، تشرب وراها كاستين مي وبتروق على صلاه الجمعه، هيك خلي المريض ايش يعني يتاكد انه رايح. طبعا اذا مرض اعملي الاكل لجوزك. الزوندرونيك اسيد بنعطى مره واحده بالسنه فقط، مره واحده سنويا، زيك انها مدة تأثيرهم كثير. معدلات مستقبلات استروجين انتقائية ما رح نرجع نعيدها، الرالوكسيفين بتزيد بتنافس الاستروجين على مستقبلاته وبتزيد نشاط البنيات العظم او بتفعلنا. الكالسيتونين سالمون كالسيتونين بخفض من الارتشاف العظمي، مو بصراحة ما هو من الأدوية الأولى، البايفوسفينيت لازال هو الأفضل والأهم وحبيب الملايين. بيتفرد الكالسيتونين بخاصية انه بخفف الالم التالي للكسر، بيستخدموه كتير لما بيكون في عنا مريض عنده كسر تمام وحاسس انه عنده تخلخل عظام، او مثلا مشخص تخلخل عظام او سبب الكسر تخلخل عظام، فبنروح نعطي كالسيتونين بيخفف لنا الالم وبيخفف يعني بزيد الكثافة العظمية. هو بيجي شكل أنفي بشكل بخاخ الكالسيتونين أو أوبر تحت الجلد. لاحظوا أنه بيصير عليه مقاومة، بيزيد خطر الخباثة. الدينوزوماب ايش جنب على نفسه؟ ايه يعني قد يزيد خطر الخباثة. الدينوزوماب الدواء كثير مهم، له بس كلمتين بس تعرفوه، بس كلمتين مهمات عليه، انه هو بيثبط كالسيرات العظم لكن له تاثير جانبي، بيعمل تنخر بعظم الفك. هذا الدواء الوحيد في العالم بيعمل تنخر بعظم الفك. يعني هي اذا جتكم سؤال بامتحان فيه صور بيجيبوا لك هي الصوره او غيرها، تنخر عظم الفك، بيجي عند دكتور اسنان بقول له ايش عم تاخذه؟ بقول له دينوزوماب. هذا ضد وحيد النسيجه، كل شيء بينتهي بماب، أدولوموماب، إنفليكسيماب، أعطيتكم إياه بالمحاضرات الماضية. نعطي حقنة تحت الجلد مرة كل ستة أشهر. الباراسيرمون هذا بيتميز عن بقية هدول الأدوية اللي حكيناها من شوي، إنه بفعل وبيحرض بنيات العظم. كل الأدوية السابقة على كاسرات عم تثبط كاسرات العظم، هذا بيحرض لنا البنيات وبيثبط ارتشاف العظم مثل الأدوية الأخرى، لكن له تأثيرات جانبية إنه بيزيد لنا خطر السركوم العظمية عند الجرذان، هذا اللي لقوه عند الجرذان، لكن ما قيموه بعد سنتين لأنه الدواء كتير جديد. يدعى تيرابيبتايد طبعا، لازم نخصصه بحالات محددة، إنه بعد ما نجرب كل هذوليك الأدوية إذا ما استفاد ممكن نعطي البارا فيرمون. مريضة 65 سنة تشخص لها تخلخل عظام بعد سن اليأس، ما في عندها قصة كسور، ما في عندها أي أمراض أخرى، أي من الأدوية هو الأكثر معالجة. كالسيتونين. هذا الحبيب الملايين. الله شو شو عم نقول حبيب الملايين صار صعب ندحكم فيه. الأندرونات هو واحد. بايفوسفونيت يعني هي الزمرة. الأندرونات هو واحد من هو ليش اللي ما في حتى لو كان عندها قصة كسر. الأول الخط الأول بالعلاج هو البايفوسفونيت. حبيب الملايين، لما اقول حبيب الملايين خلاص ما في حدا بعده. هذوليك بس ايش؟ بس صار عندك التهاب مريء، صار عندك تقرح مريء ممكن تلجا له. قبل 50 سنه كلياتنا راح نصاب، كلياتنا صار فينا عنده. شائعه جدا يعني. الادويه اللي بتخفف من ضخامه البروستات الحميده
هي حاصرات ألفا. حاصرات ألفا ممكن نستخدمها بعلاج ارتفاع الضغط المعند. حكيت مع ليه شوي دكتور معن. حاصرات بيتا وكذا. حاصرات ألفا مخليها العلاج المعند. يعني واحد عم بياخذ ثلاث أدوية من بيناتها مدر وما عم ينخفض ضغطه ممكن نلجأ لحاصرات ألفا. أو مريض عنده ارتفاع ضغط وعنده ضخامة بروستات إيه نعطيه حاصرات. الأدوية هي ألفا زوسين دوكسا زوسين تيرازوسين والتامسلوسين. شايفين كلاتهم بينتهوا بالسين. شائع اسم تجاري اسمه بروستاسين بروستات بروستاسين. بالمناسبة إيش ترجمت بروستات في اللغة العربية؟ موسم. الموسم. التغيت كلمة الموسم من قاموس الموحد أخيراً. صار اسمه بروستات. البروستات والبنكرياس. صار نفس الاسم. لغوا كلمة معسكرة كمان. فعادي إذا ترجمته ضخامة البروستات الحميدة. ما بقى في شيء اسمه موسم. هلا في يعني في توجه جديد إنه يسموا أسماء الأمراض أو أسماء عفواً أجهزة الجسم باسمها الحقيقي الإنجليزي اللي هو مشتق يعني من يعني هو بالأصل ما نحن اخترعنا البنكرياس فمنين عم نجيب كلمة المعسكرة منين هي المعسكرة وشو إيش المعنى كلمة عسكلة يعني حسها صعبة يعني ما بعرف فهي آخر شيء يعني بروستات والمعسكرة صار اسمهم بروستات والبنكرياس قال هو علاج أيضاً لطرد الحصيات الحالب أحياناً الحالب بيعتلق فيه بحصة تعرف البحصة أحيانا غايبة أحيانا بتكون بالكلية تساوي وجع خواصر أحيانا تنزهي البحصة وبتعلق في الحالب فلما بنحصر ألفا بتوسع شوي الحالب بتنزهي البحصة علاج طارد للحصيات طبعا علاج غير مصرح فيه يمكن هذا مو موجود عندكم مو موجود ايه حطوه هذا من تأثيرات جانبية أهم تأثير جانبي هو هبوط ضغط انتصابي وهذا شيء سيء عند مرضى الكبار بالعمر الأدوية الثانية بتفيدنا بالبروستات هو الأدوية مصبطة لخمسة ألفا ريدوكتاز فيناستريد ودوس دوتاستريد طبعاً هاي بتصبط تحول تستوستيرون للشكل الفعال طبعاً هذا الشكل الفعال هو المسؤول عن نمو البروستات فهذا الشيء بيؤدي لانكماش بالبروستات وتحسن التدفق البولي حصراً لازم تكون البروستات متضخمة حتى يشتغل هذا الدواء هي دائماً تعتبر خط ثاني في معالجة ضخامة البروستات حبيب الملايين هو الألفازوسين ما هو المصبطات 5000 دوتاز لكن إذا ما تحمله المريض صار عنده مثلا هبوط ضغط انتصابي كثير أو ما استجاب عليه منضيف له أو نعطيه مصبطات 5000 ريدوكتاز هذا كمان جديد يمكن هذا السلايد اللي قبله دكتور أشرف هذا الاستخدام جديد موجود ولا لا؟ أيوه اللي قبله هو علاج طرد الحصيات ارتفاع الضغط المعند هذول جداد اما هذا يمكن هذول الاستخدامين كانوا موجودات الاستخدام الثاني عم يستخدموه بعلاج الحاصه الاندروجينيه يعني مين مصلوع منكم لسه بكير ما انصلعته بس هي البعض هيك صار عنده صلعه بس يفيد بعلاج الحاصه الاندروجينيه يستخدموه بشكل موضعي له تاثيرات جانبيه بسوي قله نطاف نقص الرغبه الجنسيه وضعف جنسي مشوه كثير للحامل اذا اخذته بشكل خاطئ يعني وما بينعطى مع التستوستيرون لأنه بيصبط حوله بشكل فعال. فإذا حطينا جدول هذا بيجي بالامتحانات عم نفرق بين حاصلات ألفا ومصبطات 5000 ريدكتاز تخفيض حجم البروستات المصبطات أكثر. ذروة تأثيره بيطول كثير المصبطات من 5000 ريدكتاز 6 أشهر بينما هون 3 أسابيع. تخفيضه للـ BSA البروستات الحاملة. الاضطراب الجنسي أشياء بخمسة ألف ريدكتاز الخافض بالضغط أشياء بحاصلات ألفا معالجة الصداع في خمسة ألفا ريدكتاز كم سيوي ضعف جنسي؟ لا الأفضل كل دواء لحاله يعني خط ثاني هذاك ما استفدت منه في الجائزة إنه أنا قبضي مع ذروة تأثير وحدي سريع تكون العسل شوي لا لا PSA مستضد البروستات الحامض لهذا بسموه واسم ورمي لما بصير فيه سرطان بروستات بيرتفع مريض بدأ بعلاج التيرازوسين لأجل ضخامة بروستات حميدة وهو قلق حول التأثيرات الجانبية فأي تأثيرات أكثر توقعا لديه اضطراب الجنس الدوار وهبوط الضغط الانتصابي هم ما في هبوط الضغط الدوار والله يعطيكم العافية